وده نحن كلام بنقوله لك يا لزيرك، انت عدو لنا، والخنجر عدو لنا، والياغوت عدو لنا، والبرعي عدو لنا، والمكاشف عدو لنا، والصايم ديم عدو لنا، وكل الصوفية عدا لنا. قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لو ما رفعت راية التوحيد وخليت الشرك والجباب والله ما نخليكم، والله لنبذلن ما وفقنا الله في بذله في فتحكم وفي دحض باطلكم وفي كشف عواركم للمسلمين في فوق الأرض وتحت الأرض، إلى أن تخرج أرواحنا بإذن الله على هذا الطريق. ما بنخليك، ما بنخليك. إذ قال لقومه أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أنبياء كلام مجيح، كلام مجيح، ما بيقعد يتجاره. بعدين دجال في تحاب ده مشى هناك للرضواني وعشان نمشي يمسك منه جنيه مصري، فهمت؟ داك عصره في الحلبي جاي ينبذنا احنا. انت ما كانت تجاوب هناك، انت بتاعي تنبذ هنا مالك سألناك، امشي جاوب هناك. انت وقت فضحوك وطلعت ماسوره ساكت، ما لك جاي تكورك هنا. لأن شغالين توحيد، تاني تنبذنا تكفرنا، تمشي تفتح بلاغات تسوي اي حاجه. الحمد لله الدعوه ماشي، دعوه للتوحيد، ها بيان للشرك، انقاذ الناس، وان ندعو الناس الى عباده رب واحد هو رب السماء. ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله خيره الينا نازل، خيره الينا نازل، وبره الينا واصل. ربنا سبحانه وتعالى ندعوه فيجيبنا، ندعوه فيفرج كروبنا، ندعوه فيؤتينا سؤلنا. ربنا سبحانه وتعالى واضغين للحلب عنده لنا حاجه، لا عبد الحي عنده لنا حاجه، لا 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 محمد سرور عنده لنا حاجه، لا الرضواني عنده لنا حاجه، ولا احياء التراث ولا احياء الهوس، كلهم ما عندهم لنا حاجه. نحن كل امورنا عند الله. قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض. ربنا بيحتاج قسم؟ ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. ربنا قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. زي ما بتتكلم الرزق ده عندك، عشان ابراهيم، عشان كده ابراهيم قال كلام ملان، قال فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني، خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. نحن رزقنا ده ما بيتزل هكذا. تخيل المسلمين ديل الرزق بتاعهم لو عند دجال الفتحاب، مش نصهم كان ماتوا مجاعة ساكت؟ ولا لو كان عند برعي ولا كباشي ولا عن غيره من الخلق او المخلوقين، فهمت؟ فهو والذي هو يطعمني ويسقين. قال الامام القرطبي وهو، هذه تدل على انه لا يملك هذه الامور الا الله سبحانه وتعالى. قال واذا مرضت فهو يشفين، قال والذي يميتني ثم يحيين. يا انت مسكين ولا جنون؟ الاجل ده مكتوب عند الله يا دجال، ويحصل كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شان. قال من شانه ان 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 يعز وان يذل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شان الله. انت بتدعي علم الغيب ولا جنون؟ بقيت اخر حياتك بقيت والداعيه، فهمت؟ ده حق ربنا سبحانه وتعالى، علم الغيب ده حق ربنا سبحانه وتعالى. نحن امورنا تشت فوضنا لها الله، وتحت باقين مع الخالق دي. الخالق دي مشكلتنا معاهم، قلبك ده خليه فوق. الخالق ده تعاملهم بالشريعه، زول ظهر لنا خير تمام معانا، زول بقى يدعو للشرك وهيا ابو التايه وحامده بعصايه تزيل الحصايا وامراض كلايه. نحن بنزيد لك امراض كلاك، بنزيد لك امراض كلاك وبنكشفك. جيت قلت لا، ما تجيبوا اسمائهم، فهمت؟ وخلونا نمشي لعبد الحي، ولانه عبد الحي كل اموال الخليج والدعم بقى يجي عبر عبد الحي يوسف، نحن برضه بنبقى لك امراض كلاك انت ذاتك، فهمت؟ لانه دي الدعوه، الدعوه دي ما حقت ذل. المنهج بتاع الله وفق ما امر الله على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وربنا سبحانه وتعالى ما أجاب دعاء النبي الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه، لأن أباه كان على الكفر وعلى الشرك والضلال والعياذ بالله. عشان كده دي من القضايا الخطيرة الآن إحنا بنحذر منها، وده منهج دعوتنا. والدار يجي يوم يجي يسمع مننا كلام غير ده، نجي نتكلم لك في الإيدز، ونتكلم لك عن أطفال الأنابيب فهمتها، ونتكلم لك عن شنو كده موانع الحمل. ده أنت بتكون واهم. لو دايرنا يوم نغير لك الموضوع، واحد يقول لك موضوعكم كل واحد، الحلقات كلها واحد، ها ما عندكم حاجة غير الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين لا يؤمنون بآياتنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نحن ما بيدنا حاجة، نحن الله قال لنا تبدو بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن لاقينا هنا المساكين بيطوفوا بالجباب، والعيان بيمشي للشيخ وبيشربوا الموية بتاعت الوضو بتاعت الشيخ، وبطوفوا بالقبة وبيتمسحوا بها، وبيمشوا للشيخ يضحوا له وينذروا له من دون الله سبحانه وتعالى. نحن لا بد أن نبدأ بما بدأ به الأنبياء، ولا بد أن نكون ناصحين لأهلنا ولجميع المسلمين ولجميع الناس على وجه الكرة الأرضية، أن نبدأ لهم بما بدأ الله وبما بدأ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ننقذهم مما هم فيه من الضلال ومما هم فيه من الشرك فهمت، ونبدأ لهم بذلك، ونكون بذلك اتبعنا شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.